صحيفة العربية الجديد تناولت في تقرير لها الركود التجاري الذي ساد أسواق العاصمة صنعاء وخلو الشوارع والأحياء من المتسوقين خلال الفترة الأخيرة بعكس السنوات الماضية. الصحيفة قالت إن مراقبين أرجعوا أسباب حالة الركود التجاري في صنعاء إلى تزامن موسم عيد الأضحى والصيف مع فتح بعض الطرق المغلقة مثل طريق الحوبان الاستراتيجي شرقي تعز الذي كان له أثر بالغ في رفع الحصار عن المحافظة وتسهيل عبور المواطنين بأعداد كبيرة خاصة المنتمين لمحافظة تعز ذات الكثافة السكانية العالية والذين ينتشرون في صنعاء ومختلف المدن والمحافظات في اليمن. الصحيفة نقلت عن المحلل الاقتصادي صادق علي قوله إن الكثير من أبناء تعز عمال وموظفون ومهنيون وتجار وحرفيون ينتشرون في غالبية الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتجارية كنسبة طاغية في المدن الكبرى مثل صنعاء وعدن ومحافظات أخرى، لكن صنعاء تظل الأكثر استيعابا خاصة مع رافق سنوات الحرب والصراع من ارتفاع أعداد النازحين بالذات من المدن والمحافظات المتضررة كمحافظة تعز.